تعال نروح للمتحدث العسكري. والحقيقة المتحدث العسكري بيكشف حجم التعاون العسكري بين مصر والسعودية. ده اللي صرح به العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري والمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية. صرح أن القوات المسلحة نفذت 18 تدريب مشترك مع الدول الشقيقة، من ضمنها 5 تدريبات أو عابرة، وإضافة أيضا لتدريبات النجم الساطع اللي شاركت فيها المملكة العربية السعودية مؤخرا. أضاف أيضا العقيد تامر الرفاعي خلال حواره لفضائية العربية أن القوات المسلحة اشتركت مع المملكة في تدريبات درع الخليج 1 من خلال العناصر البحرية والبرية والجوية والعناصر الخاصة. نروح منها لمجلس